لا المايك ده احسن من المايك اللي انا سامع من بره صح؟ بتفزعوا لو فكرنا لبكرة للمناضل محمد قريب لجمال عبد الناصر لو فكرنا من بيرا التونسي ليوسف شاهين لحسين كمال لشادي عبد السلام لمحمود عبد العزيز ومحمود عبد العزيز من حتى من ابو هيف لكرم جابر اللي بتتكلموا عن مدينه يعني اسهمت في الحضاره الانسانيه اسهام ما اعتقدش ان في مدينه في العالم اسهمت زيها. فهذه المدينه لكم ان تفخروا انكم ابناء هذه المدينه العظيمه واللي عاش على ارضها من 2500 سنه واصروا هذه الحضاره. لا اعتقد ان هذا الجيل اللي امامي الان باذن الله يقدم نموذج اخر في العطاء الانساني والابداع، وربنا يسهل كده والايام اللي جايه تحمل لينا بشائر جيل جديد. بعتقد ان هو جيل مختلف تماما عن كل اجيالنا السابقه وهيقدم فن وادب مختلف يتصل تماما مع عظم التجربه الانسانيه السريه اللي عاشها في الاربع خمس سنوات برغم اي انكسارات او اي التزامات، لكن هذا الجيل صاحب هذه التجربه السريه باذن الله سيبدع لنا ما لا نتخيله، ده اللي انا بستشرفه باذن الله. بشكر المهرجان وبشكر اهل الاسكندريه ويعني مش عارف اقول اكثر من كلمه الشكر. شكرا.